تدري يا صايد يا خير، كنت احسب انت تكرهني. ولا اكرهك انا، وش بيني وبينك؟ زويد كان يقول لي عنك كلام ما هو زين، وانا بعد زويد نقل لي عنك كلام ما هو زين، وقال لي انه مسعود يكرهك. طب ليه زويد ينقول لك عني كلام ما هو زين وينقول لي عنك كلام ما هو زين؟ زويد ما هو قليل وما هو مهبول، زويد يخوف يا مسعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا يبا، تفضل. يا هلا بيك. اقول يا شيخ، انت ارسلت ولدي مسعود المتشان؟ لا بالله ما ارسلته، مسعود راح مع صايل. مع صايل؟ وش يساوي معه؟ طولي بالك، وليه زعلتي هيك؟ انا قلت له 100 مره ما يمشي معه. وليه ما يمشي مع صايل؟ صايل زين ونشمي، لكنه غريب عن الديره، وانا ما ارتحت له. اسمع يا مسعود، إن ما تريدي ولدك يمشي معه أنت حرة بولدك، لكن ما يصير تقولي عنه غريب. أنت نسيتي إنه ضيفي. ما تزعل يا شيخ، بس أنا أخاف على ولدي. الله يسامحك يا مسعود، هو ولدك عيل صغير؟ الله يلعن الشيطان، وكاد إنه زعل مني. لله يا أمه، أبوي ما يزعل، ما عليك منه. تعال تعالي قاعدي، تفضل. اسمع يا مسعود، انا جبت معي من المدينه غرضان، اذا ودك تروح مع البيت تاخذ الودك اياه، واذا ما معك فلوس تنطيني بعدين. عز الله انك رجل اصيل يا صايل. اي اريد غرضان للبيت الجديد، وفلوس ومعي وكثر الله خيرك. اي لعاد تلفع البيت وتاخذ اللي بدك اياه. مكثور الخير. يا ساتر يا عم الشيخ. تفضل يا مسعود. الله يمسيك بالخير. يسعد مساك يا مسعود. وين انت يا ولدي؟ تصدق يا مسعود، تصدق ان امك خايف عليك من صايل؟ ليه هو صايل ياكل اوادم؟ لا يا ولدي، صايل شهم، لكن امك الله يسامحها حين ما علمت انك ما صايل بل برية صارت تولول وتنوح. طب ليه يا عم الشيخ ما طمنت؟ انا رحت بخاطري ما هو غصب عني، ويعلم الله ان الصايل مخلص لديرتنا وعشيرتنا ولك بعد، وانا من يوم طالع احسبه اخ لي. تسلم يا مسعود، اللي ما يعرف صايل يخاف منه. يا الهنوف يا الهنوف. يعانك يا شيخ. مسعود هان وبده يشوف امه. مسعود ولدي الحمد لله. هلا يمه. هلا هلا يمه. اقعدي يا ام مسعود اقعدي، هذا ولدك قدامك. علامك وش اللي صار؟ انت ليه تروح مع صايل يمه؟ ليه؟ وش اللي سويتيه بينا يا ام مسعود وخلتينا نخاف عليه بعد؟ الديرة كلها من يوم تزوجت احنا واقعين مشاكل. يبا الزوم نلزم البايك، لانه كل مده يسوي سالفه بواحد منا. الزوم نلزمه ونقدمه للعشيره حتى ياخذ جزاء. يا ولدي حطينا كل شباب العشيرة يحرسون بالليل. هذه خطة زينة يوبا. وهقودي أن هذا يحمي العشيرة كلها. يعطيكم العافية. الله يعافيك. وش علومكم؟ الله يسلمك. الحمد لله. ودكم شيء؟ سلامتك. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. يا هلا بام مسعود. يا هلا يا هلا بيت يا خيي. اقول يا الهن، مهرجتي مع الشيخ مزاح؟ بيش يا خيي. باللي حكيته معك مسعود وصبحه؟ لا اقدر اهرج معه بهالظروف الصعبه، وانا مطلع من عندكم غير وانا ماخذ ردكم. يا خيي يا الهنوف، انت تدري ما عندي غير ولدي مسعود، اريد افرح به قبل لا اموت.
ولد طول العمر يا مسعود. أريدش تقولي له هالليلة لأنه باكر بإذن الله ننهج البيت. عيني خير يا خيتي، عيني خير. علامك سارحيش عز الله انه صوت الناي زين. صوت الناي صوت الناي، علامكم بهالديره ما ظل عندكم سالفه غير الناي والناي. على هونك ليه زعلانه هيك؟ الصحيح يا سالم انه الشغله تزهق. خلاص خلاص عاد لا تكدري خاطرك. شلون ما كدر خاطري وانا صار لي ساعه قاعده بحدك ما سولفت معي ولا تشلمه؟ بهذه حقك علي سالم، ما تكون هويان. إيه بالله هويان وحده، بعمري ما شفت بزينها وحلاها. من هي يا سالم؟ هذا سر وما اقدر ابوح بيه ابد. علي يا سالم اخاف لو ابوح بسري تتقاوي علي. لا تخاف انت قول وما عليك. وطفة يا عيون وطفة. تسلم عيونك يا وطفة، ترى أنا والله بعمري ما هويت غيرك، أنت الغالية. ظنيت إن بي أحد غيري. غيرك؟ عز الله يا وطفة الروح واحدة وأنت روحي، والقلب واحد وما يسع ثنتين. تسلم يا بعد روحي، تراني من غيرك مسوى شيء. ما قلتي لي يا صبحة وش رايك بمسعود؟ وش قصدك يا خالة؟ قصدي وش رايك بيه زوج لك؟ ما ادري يا خالة ما ادري. الله يجازيك يا صبحة، عز الله ما انتي قليلة، ذكية وفهيمة ويا ما شاء الله عليك. تسلمي. ها وش قلتي؟ ما ادري وش اقول لك يا خاله. يا بنيتي يا صبحه هات الفطور. بالحال يبا، بعد اذنك يا خاله. صايل صايل اجب يا رجل. صايل صايل خير وش تريد يا رجل؟ وبعدين معك وبعدين معك، عيهما في بالديرة كلها غيرك، بالليل وبالنهار ميقلك راحتنا وراحت الناس وانت هالناي يشد. يا رجل يا رجل الناس بدها تنام. هذا شيء ما يخصك. هلا هلا كيف ما يخصني؟ كيف ما يخصني عاد؟ عموه الناس ساكتة، لا تفكر من شان خاطرك، الناس كلها ساكتة لأجل خاطر عمي الشيخ مزاحم. اي اسمع يا زويد، اذا ما تلاقي لك شغلة تشتغلها حل عن وجهي. امشي. على وجهي حل على وجهك. ها انا قدام وجهك وورا وجهك بالليل وبالنهار وانا اوريك يا صايل. وش علوم بيت الشيخ مزاحم يمه؟ انت يمه ودك علوم بيت الشيخ ولا علوم بنت الشيخ؟ نفس الشيء يمه. الهنوف قالت لي يا ولدي انه خلهم يفكرون، والشيخ ما عنده مجال هالايام لانه مشغول كثير. ومتى ودها ترد لك جواب؟ ما قالت،
إن شاء الله يا مسعود تكون من نصيبك. ما قلت لك يا أبو صبحة عن مسعود؟ لا يا الهنوف. سألتني إذا نريد نجوز صبحة. ها، وش قلتي لها؟ قلت لها إذا جاه الرجل الزين اللي يستاهل صبحة وكان ننطيها له. وإيش قالت لك؟ قالت لي تريد صبحة المسعود، ولو إنه الوقت ما هو مناسب لنا، لكن ما طلع من عندكم إلا وإنتم مجاوبيني. وإيش قلتي لها؟ ما؟ أنت تضحك علي أبو صبحة؟ أنا؟ ليه؟ أحس من هرجك إنك ودك تضحك علي. وإيش قالت؟ وإيش قلتي؟ وكاد إنك تضحك علي وهرجي ما هو عاجبك. أنا ما أضحك عليك يا الهنوف، أنا بس ودي أعرف وش اللي قلتي لها إياه، لأن كل حرمة ودها تزوج بنتها، وتسأليها ليه تقول ودي أفرح بيها قبل ما أموت. إيه صحيح، لكن هي ودها ترتاح منها. وش هالهرجي يا أبو صبحة؟ أنا ودي أرتاح من صبحة وهي وحيدتي؟ أنا لو بيدي أنطيها روحي. وصبحة ما هي مثل البنات، صبحة نشميت البنات. ومن يشهد مع العروس؟ ما قلت لك أنت تضحك علي؟ اسمع الهنوف، أنا ودي أجوز صبحة المسعود، لكن ما هو الحين، حتى أشوفه رجل ملوي هدومه. يعني ودك تنطي مسعود؟ إيه ودي أنطيه، لكن تصبر علي. فرحت قلبي، يفرح قلبك. سالم، انت مهاجر صاير جيت للديره ها قبل ما نحل، وتعرف صاير اكثر مني، اريدك تصدقني. قول وش رايك فيه؟ رايي بيه. عليش شهم زين يصدق يكذب كل شيء يا سالم، كل شيء. يا مسعود، لو سالت ابوي او عم الشيخ مزاحم شان قالوا لك اللي يشوفونه بيه. أنا ما شفت منه شيء ما هو زين، لكن مهاجر رحمة الله عليه كان يحذر منه. إي وقول دير بالك من صايل، يعني ما يثق بيه. لله أنا وحمود طول الوقت كنا نخاف منه يغدر بينا، لكنه وعدنا بالأرض الزينة وصدق بوعده. إي يا أخويا مسعود، أنا ما شفت منه شيء، لكن بيه كثير من العشيرة ما يطمنون له، وابوي يقول عنده مال. اي يعني ما يثق بي. وما سأل ابوك والشيخ مزاحم منين له المال؟ لانه ما بي احد من العشيرة فقد ماله، لهيك يكون السؤال بهالموضوع ما هو مهم. يا اخويا مسعود، صايل يفتهم بكل شيء، فارس وشهم يقنص الطير وهو طاير، وظن عنده سالفة بديرته، وظن شارد منها. ما قلت عن سلوكه يا سالم يغدر؟ أنا قلت لك يا مسعود، أنا ما شفت منه هالغدر، يجوز ماله قدرة يغدر بينا أو حنا ثلاث. أنا ما أقدر أقول لك إنه صايد زين، ولا أقدر أقول لك إنه شين، وأقول تترك الحكم عليه للأيام. لكن زويد قال لي عنه إنه غدار، وإنه ما قاعد بديرتنا إلا لغاية وسبب. سعود لد هناك، لد. وكاد هذا زول صايل. هذا ما هو صايل، هذا زويد. زويد هو دائما هيك يراقبني وين ما اروح. مسعود يا خير، انت ليه تسالني عن صايل؟ شفت منه شيء؟ لله انا شفته، وقال لي انه ما بيني وبينه شيء. انت متوكد؟ اي عز الله انه رجل شهم. هذا هو صايل، ما تعرف وش اللي وده اياه. زين خلنا نعود لديرتنا. يلا يمتيك العافية. الله يعافيك يا شيخ، علامكم اشوفكم قاعدين وكادرهم تعبوا من الشغل يا شيخ. يلا يمتيك العافية. يعطيكم العافية. صحيح.
وش علومك يا سايل؟ الحمد لله يا شيخ. الصحيح يا شيخ، سايل بهالايام صاير بخيل. شلون يا ابو سالم؟ اللي قصده يا طويل العمر صاير بخيل علينا بالقصيد. عز الله انك جبتها يا ابو سالم. ليه يا صايل ما تسمعنا قصيد؟ ولا ما بيها الايام جديد؟ صلوا على النبي يا جماعه الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقفت والخافق من الحب والشوق، ما عدت اميز مقصدي من قصيدي، ما هو لقى ما بين عاشق ومعشوق. مير المنى تحط يدها بيدي، فيها البهاء والحسن والذوق، وانا احسب اني في هواها وحيدي. وحيدي اثار العمر منزله فوق، والشمس تعشق نورها من بعيدي. تبوق صوتها من حياها معي بوق، وانا عليها اشواق قلب تزيدي. حبي لها مع دورة الدم مرفوق، ما دمت حي حبها هو رصيدي. وسلامتكم وتعيشوا. يسلم اسمك يا صايل، هذا هو الكلام الزين. من وين تجيب هالكلام يا صايل؟ هذا الكلام تعلمته من الناس يا عم. ما ودك تتزوج يا ولدي يا صايل؟ لازم نشوف لك بنت زينة وفهيمة بإذن الله يا عمي قريب. إن سويتها يا صايل ترى سياق عروسك علي. لا تطمعني يا عم الشيخ، ترى أنا أسويها. والله لازم معك فرحان واشرب من دم. انا وريك يا عيال انت تهجم على الشباب. ولك اندم عليش يا السقيطه، ها؟ ولك اندم عليش. روح على شغلك. اسكت، ولكم انا الكبير هاد بيكو، انا الشيخ عليكم تفهموا؟ امشوا من قدامي يلا، امشوا، اطلع معي يا سوري، امشي يلا، امشي اشتغلوا يلا. انتم ما تفهموا، ولك فرحان تتهجم علي بعد؟ تهجم علي يا السقيطه، انا ورجيك يا الهموله، انا اسمع المخلص عليك، هيك وجهك، هيك. اغسل فرحان يا هبولة. قومي يا وطفة، قومي قعدي عند جوزك. ويصير يا عمتي، شلون اروح واخليك تخبزي لحالك؟ انت ما عليك مني، قومي، يجوز بده شي، قومي. على امرك يا عمتي. الله يوفقكم ويسعدكم يا عيال. يا زويد، يا زويد. خير يا عمي خير. صبك هواء. اي والله بالحال. جيتك يا عمي جيتك. عدم المؤاخذه يا عمي، سهيت. هذا يا ابو سالم وانا عندي نقره النار، استدفيت غفيت. ايه اصب لك بعد يا عمي. لا قل لي يا ابو سالم، ليه تهاوش؟ هذا عناد يا طويل العمر مستشيخ عليهم، هم ما يقبلون بيه، لزوم تناديه وتحجي معه. عناد شايف حاله يظن إذا هرجنا معه بكلام زين إنه صار مهم أكثر منهم. لأنه جاهل يا شيخ. لو يفهم ما يساوي هيك، لكن أنا علمه شلون يكون رد عليه وعلى مثاله. أنا الصحيح ما سمعت غير من فرحان، لكن لزومنا نسمع من الكل ونشوف اللي صار. زويد، وش اللي قاعده كان؟ ها؟ ايه؟ قوم شوف شغلك. ايه يا عمي امشي. ايه؟
وش رايك بمسعود يا صباح؟ ها وش قلتي لها؟ قلت لها رايي بيش يا خالة. قالت لي وش رايك به زوج؟ ها يا هلا بيك يا صبحة. يا هلا يا هلا بعمتي. وش علومك يا بنيت؟ الحمد لله. وامك شلونها؟ الحمد لله من الله بخير. الحمد لله. ارخصيني يا بنيتي عندي شغل بالبيت واخدين راحتك. الله معك. زين راحت بعجل. وانتي وش رايك بمسعود؟ ما ادري وش اقول لك يا وطفة. انا احس مسعود زين وما به عيوب بس امه. لا يا صبحة انتي وديك يدشر امه ويرميها بالبرية. لله لكن اخاف انه يهتم بامه ازود مني. يكفي انه يحبك وطلبك قبل ما هاجر ما يطلبك. وانا رايي انك توافقين عليه. نسيتي نطلبك حليلة له؟ يئس منك وكان مهاجر حي لكن مهاجر مات. وانا اشوف انه هناك وسرورك مع مسعود. بالامس شفت صايل عنا بالشك وقال قصيد والعلم عند الله انه يقصدني بيها. ها وش قال بيها؟ قال وقفت والخافق ما بين الحب والشوق ما هو تميز مقصدي من قصيدي. ما هو لقى ما بين عاشق ومعشوق مرى المنى حط يدها بيدي فيها البهاء والحسن والذوق ونحسب اني في هواها وحيدي. أتاري العمر منزله الفوق والشمس تعشق نورها لبعيدي. إيه هذا الكلام اللي يرد الروح. الكلام وبس؟ بس الكلام مو صاحبه. يمه أريد أرسل 50 راس غنم أبيعهم بالمدينة. ليه ما تخليها يا ولدي؟ الربيع والماء يخليها تكافر وتزن أكثر مما هي عليها الحين. يمه أظن الحلال اللي عندنا يكفينا. ليه يا ولدي ودك تزوج بيها؟ أن الشيخ مزاحم أنطاني صبحة أتزوج وإن ما وافق ينطيني إياها أكون ما خليت جهد إلا وبذلته. بدنا الله يا يمه غير الشيخ مزاحم ينطيك لأني حسيت من هرج الهنوف إنها ودها تنطيك وصبحة بعد ما مانعت والشيخ مزاحم يمه ما يرفض للهنوف راي. يعني اتفائل يمه؟ ايه يمه شلون وانا بروحي حكيت مع الهنوف وصبحة. وش تنتظرين يمه؟ انتظر الهنوف. روحي لهم باكر. ودك اياها تقول عني لحوحة وتقول عنك انك تقتل روحك على صبحة؟ الظن اللي ظنه المهم يوافقوا وتزوج صبحة. يعطيك العافية يا صايد. زبيد وش جابك هنا؟ من متى قاعد؟ الصحيح من زمان ما سمعت شدك عناي. شدك عناي يهبل تهبل. انا الصحيح انهبلت من وراء شدك عناي. زبيد وش تريد مني؟ ما اريد منك شيء يعني ما ودك امشي. اي امشي. الصحيح يا صايل انا كنت قاعد بالبيت وسمعت شدك عناي. قلت يا ولد يا زبيد هذا صايل وكاد الحين قاعد لحاله زهقان وطلع انا روحه جيت اقعد معك اسليك. هذا انت قعد وسمعت ما يرمش. اقول يا صايل القصيده اللي قلتها قدام عم الشيخ مزاحم وحمدان ابو سالم تعرفه المن صبحه زويد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحكي ولا كلمه. يعني انت زعلت يا اخوي ان كان هرجي مو عاجبك امشي. اي امشي. ترى انا ما يعجبني احد يقعد معي ولا شد عناي. إذا عندك هرج قوله ما عندك امشي. ليه يا أخوي مشغول؟ إيه مشغول. بصبحة شوي.
يا ولدي أنا. أنت من رجال الديرة سنين، لكن ما أنت الرجل الوحيد والباقي حريم. تفهم قولي زين؟ إي يا عم الشيخ أفهم. وإن كنت تفهم ليه تستشيخ على الرجال؟ أنا يا عم الشيخ ما حطيت حالي عليهم شيخ، لأنه فرحان ما يشتغل بالأرض زين. قلت له يا فرحان اشتغل، قام زعل مني وده يضربني. وليه ما قلت لي؟ من الشيخ؟ من كل يوم اجي على الارض واشوف رجال، وين ما جيت يجي ابو سالم، ليه ما قلت له وقلت لابو سالم؟ لكن انت سويت اللي براسك. خلص يا طويل العمر ما يعيدها، ارخص له الحين وخله يرجع للارض. اي يا عم الشيخ ما عيدها مرتين ثانيه، وانا الحين مثلي مثلهم. زين، لا تروح لشغلك. على امرك يا عم الشيخ. وايش عندك يا ابو سالم؟ اقول يا شيخ، ودنا نبيع من الحلال، لان الحلال كثر ولزوم نخفف منه. وايش كثر الحلال يا ابو سالم؟ مسعود لحاله عنده 200 راس. الحمد لله. ومين وده يروح مع الحلال؟ كل واحد له حلال ينزل مع حلاله. صايل يروح مع حلالي معهم. صايل؟ زين. انت تدري انت صايل يفهم بالسوق ويتاجر. وهذا الراي اللي ودي اسمعه منك يا شيخ. وين ظل يا ابو سالم؟ لا سلامتك ما ظل شيء. والحراسه بالليل في مشاكل؟ لا ما بي مشاكل يا طويل العمر، بي واحد بالأمس اتوخر عن الحراسة، ولما راحوا له الرجال وجدوه مريض. هذا أمر الله يا ابو سالم، الله يشفيه. متى ودنا نمشي يا صايل؟ انا ودي اجمع ديوني من اهل العشيرة، لاني ودي اروح اجيب قرضان لاهل الديرة. من هو غيرك بدي يمشي مع الحلال؟ مثل ما قال الشيخ مزاح، كل واحد يمشي مع حلاله، وانا مع حلال الشيخ مزاح. زين يما، انت ودك مسعود ولا ما ودك اياه؟ ما ادري يما كيف ابوي. هذا القول يدل انك موافقه على مسعود. وجاب طاري مسعود الحين يما. حاجي دار بيني وبين ابوك يا بنيتي، ما يصير تظلي بهالوضع. الايام تمضي وما اريد اشوفك معنسة. لزوم تعلميني بالصحيح. وش اساوي يما؟ اروح الواحد واقول له اريدك تيجي تطلبني من امي اللي تخاف انها عنس؟ وش اساوي يما؟ يا صبحة انت غالي عندي وعند ابوك، ويهمنا سعادتك وراحتك، مالنا غيرك، ودنا نفرح بيك. قلت لك يما، اللي وافق عليه ابوي انا وافق عليه وبلي تفكير. ومسعود؟ مسعود وغير مسعود، اللي يريده ابوي انا وافق عليه. علامك يا ولد، ما تاكل واشوفك مهمومة، وش اللي صار لك؟ ما في شيء، لكن اليوم سمعت شيء تعبني خلاني افكر كثير. خير يا ولدي؟ وش هو؟ الشيخ مزاح نصب صايل على الرجال اللي ودهم ينهجوا يبيعوا الحلال بالسوق. هذا الامر يمه ما يخوف، صايل عنده تجربه بالحياه اكثر منكم، وانا ما اشوف بالامر شيء. صايل وكيل الشيخ بحلاله، هو اللي يبيع الحلال ويقضب حقه. وش اللي يقصده الشيخ؟ الأمر يخوف يمه، وكاد بيه براس الشيخ شيء وخاف ينطي صبحة لصايل، ولكان ما وكله لا بماله ولا بحلاله. ما هو صحيح يمه؟ تدري يا مسعود انك خوفتني. وش اساوي يمه؟ وكاد بي شيء، وش رايك؟ الراي يا ولدي
أنهج البيت الشيخ باكر الصبح وأشوف الهنوف وصبحة والشيخ مزاحم بعد وأشوف وش هو الأمر. عين خير يما، عين خير. وش قصتك يا الغريب؟ كل يوم يتسلى لنا صوت نار يدخل بقلوب ويريد يفك الحزن. مدري هو ناي الحزين ولا انت الحزين؟ وش اللي تريد توصلنا له؟ جي ضيف العرب صرت عندنا كل شيء. جاي شد عني غير مصلي؟ ليه يا الهنوف؟ ليه؟ هو بي أحسن من صوت الناي بالليل. أحس إن صوت الناي الليلة ما هو مثل قبل، خوفها زايد. اسكتي يا الهنوف، خلنا نسمع. وبعدين معك يا صاحبي دوم تقعدنا من منامنا. تسمع صوت الناي؟ إيه أسمع. وش اللي صار؟ ما صار شيء، لكن بيه شيء بصوت الناي ما يطمع. توكلي بالله يا وطفة، توكلي بالله ونام. خير يا اخوي صايل، علامك اشوفك منت على بعضك، بي شيء؟ لا ما بي شيء. افا افا، شايفك منت خواص، حتى الناي صوتها تغير. زبيد حل عني، ماني ناقصك. اي افا عليك يا صايل، انا اخوك زبيد بير اسرار بير، ما احكي كل اللي بقلبك، احكي وانا اخوك احكي. قلت لك ما بي شيء، خلص.
مثل ما ودك على خاطرك. ما تقول اليوم تقول باكر. أعجبني الليلة صوت الناي يا صايل. مشكور يا عم الشيخ. وش بيك يا ولدي يا صايل؟ أشوفك ما أنت على بعضك. لله ما بي شيء، الحمد لله. لله بي شيء، وأنت ما تقول اللي عندك. وأنا أقول إن حس الناي تبدل وتغير، وصارت بيه بحة حزينة وجديدة. لله ما بي شيء، بس أحس حالي تعبان وما لي قدرة على الحكي. وكاد إنك هويان يا ولدي يا صايل. يا عم أبو سالم، كل واحد بهالدنيا وله همومه. وش اللي ينقصك يا صايل؟ ما ينقصني شيء يا عم الشيخ. إن شاء ما تدري يا عمي، صايل هويان وما حد داري به. هذا اللي تقول عنه مهبول يدري أكثر مني ومنك. أنا أدري بيه يا عمي، وأدري بعد من يهوى. زين يا زويل، ومن يهوى؟ اي يهوى القمر والنجوم والناي، ويهوى بعد يا عمي. ما اقدر اقول يا عم الشيخ، ما اقدر. وليه ما تقول يا زويد؟ اخاف يا ابو سالم يطق رقبتي يذبحني. صايل ما يذبح، ما غير قول. انا تمهزر يا عم، تمهزر تمهزر. وش العلوم يا ام صبحة؟ العلوم عندك يا ام مسعود. شلون عادي خي؟ انت عندك العلوم، حنا ما نطلع من البيت. انا اقصد علوم الشباب اللي ودهم يعرسوا. وانا قصدت هيك بعد. صحيح يا لنا. صحيح. بشرت الله بالخير، يعني نلفي اليوم ونطلب صبحة حليلة لولدي مسعود. كفو يا ام مسعود، ونجيتم هلا بيكم. انا ودي اطير من الفرح، انا ماني مصدقة. انا احس الفرحة بعيون ولدي يا لهنا، ويفرح كل رجال العشيرة بقى. ها يا خية، قولي لي من نجيب معنا بالجاهة؟ انتي تعرفين باللي يرتاح لهم الشيخ مزاحم. كل وجوه العشيرة هجويد ونشامة، وكلهم قريبين من الشيخ مزاحم، ما بي منهم أحد بعيد عنه، والشيخ يحب الجميع. زين يا خية، خلنا أروح أقول لولدي وبشر. حنا جايين نطلب بنتك صبحة لوليدك مسعود يا شيخ. وحنا بإذن الله ما نفشلكوا يا وجوه الخير، ما غير اشرب قهوتك وتوكل على الله. بارك الله فيك يا شيخ. مبروك يا ولدي يا مسعود. مبروك. مبروك يا مسعود. الله يبارك فيكم جميعا. مبروك يا مسعود. مبروك يا عم الشيخ. يبارك فيك. إن شاء الله أنهم يتهنوا. مبارك عليك يا أم مسعود، إن شاء الله يشوفوا على وجهها الخير يا رب. مبارك يا أم مسعود، تسلمن إن شاء الله. اتفقتوا مع الشيخ مزاحم على المهر ولوازم العرس؟ حنا يا خيه مستعدين للي يامر بيها الشيخ مزاحم، نجيبه. هذه صبحه، صبحه المزيونه، وش ما نحط ما هو خساره، ونراد مالنا وحلالنا كله، حنا راضين بيها. متى العرس يا ام مسعود؟ نحضر لوازم العرس قبل نشتري الذهب والهدوم اللي تليق بصبحه بنت الشيخ. عندها هدوم وذهب من ورا مهاجر، وما هو لزوم. فال الله ولا فالج، وش الهرج اللي تقوليه؟ هي ما تفاول على مسعود. الكلام سعد يا مزيد، الكلام سعد. لا ترددي يا خيتي، انا اقول ان مسعود احسن واحد يناسبك. ايه بس انا خاف من امه. لا تخافي، هذا انا عمتي مسالي موجوده معنا بالبيت، لكن ما تخلينا احس اني بنتها. وبعدين مسعود طيب وشهم ويكاد انه يسعدك. الله يسمع منك. بيش تتهامسن يا بنات؟ لا لا ما بي شي يمه. صدقي يا عمتي ما بي شي. باكر الصبح تروحوا للسوق بالمدينه، وصايل هو المسؤول عنكم، ما ودي احد يخالفه، وودي الكل يساعده، وباذن الله اتعاودوا بالخير والتوفيق. ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله. رخص لي يا شيخ من واحد غير مسؤول، لان هو ودي اروح اجيب غرضان لاهل الديره. زين الله معك، تصبحوا على خير. وانتم من هلو. تصبح على خير يا شيخ. وانتم من هلو، مع السلامة.
وانا بعد يا شيخ ارخص لي ودي اروح البيت. مع السلامه. تصبح على خير. وانت من هلو.